ولا رمزي؟ نعم دول. التمثال بتاع ايزيس فين يالا؟ ايزيس؟ ايزيس ايزيس انا سمعت الاسم ده فين؟ يعني كانت معاك في المدرسة. ايزيس اخلص، بعته ولا هرب منك من البازار؟ ما دول انا شعرفني انا راحت فين ايزيس يا دول. وبعدين يعني انا انت بتسالني انا؟ امال يعني اسال مين؟ كليوباترا؟ معلش يا دول ما تقلقش يا عم، على العموم يعني التمثال بيلف يلف 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 ويرجع لصاحبه تاني. هي شتيمة وايه كمية اللف دي كلها؟ اسكت اسكت يا هبل اسكت، دور لي على ايزيس يلا. أخلى صبخاتو بيتزاتو سباكياتو ولا أخلى نساتو؟ دي بازاراتو ولا أنا مش صيفاتو؟ بازاراتو؟ لا حضرتك دي صيدلياتو. عسلاتو أنت دمه خفيفاتو، أنت بتبيع إيه في صيدلياتو؟ صيدلياتو بص يا سيدي، إحنا بنبيع يا سيدي عندنا هنا أهو إله المغص عند قدماء المصريين ده عشان لو عندك صداع ولا حاجة. دول أو ده بيتاخد قبل الأكل ولا بعد الأكل دول؟ لسه أنت نفسي غباواتو يا رمزي. غباواتو؟ ده عرفك يا رمزي، عرف إنك غبي. أه يا دول أهو بيقول لي يا رمزي وبتاع، أنا اللي مجنني يا دول أهو عارفني ولا أنا اتشهرت يا دول؟ يالا يا رمزي يالا، أنت مش عارفني؟ انا جعفر الهلال. ايه جعفر ابو لمعه يا مين الواد جعفر ابو لمعه؟ جعفر حبيبي. لا 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 مش جعفر، لا مش جعفر ابو لمعه، جعفر ابو لمعه بتاعي اللي هو صاحبي ده، وان كان جزمات يا عم وكان بيستحمى بالصدفه. طيب نفسك ابد مناولك يا ياد يا قليل الادب يا حمار يا بغل الفومبا. بغل البرومبا يا بابا، اول جعفر يقولك جعفر حبيبي. حبيبي يا جعفر حبيبي، ايه ده وايه اللي نظفك كده يالا؟ ايه ده وايه اللي عمل فيك كده؟ قصدك ايه؟ قصده يعني ايه اللي نظفك كده؟ يعني انت استحميت مجبر ما كانش قصدك، ولا مثلا الدنيا مطرت وما كانش معاك شمسيه؟ لا عقبال عندكم سافرت ايطاليا. ايطاليا؟ وهي ايطاليا تغير البني ادمين كده ولا ايه يعني؟ خمساته كده لا مؤاخذه، ايطاليا يعني اليورو، يعني ابو 10 جنيه. الله الله الله. يو يو دي ايه، عمله جديده هناك في ايطاليا ولا ايه؟ انت قلتك ولا ايه؟ اليو دي اليو يو غير اليورو يعني؟ هو هو يا دول هو قالتك في الواو، افهم بقى. اه عشان كده بيقول اليورو. حبيبي يا جعفر حبيبي، قول له يا عم قول له، ده بيقبضني بالجنيه ومش عاجبه. ايه ايه هتكسر التخزين ولا ايه؟ وايه اخبار ايطاليا بقى؟ لا زي الفل. عارف هناك في ايطاليا امسك بس في اي شغلانه تقبض منها فلوس اكتر من هنا بكتير. يا سلام. طيب يعني مثلا ممكن الواحد يعمل قد ايه في الشهر؟ يعني مش حسد لكن ممكن تقول حقد يعني. خمسه وخميسه في عينيكوا اللي هياكلها الدود. اعوذ بالله، انا لو مؤاخذه كده بقفل في الشهر قول لي يجي 2000 يورو. 2000 يورو؟ يعني في 10,000 جنيه اليورو يعني 20,000 جنيه. 20,000 جنيه؟ ايه 20؟ ما شاء الله يعني ايه 20؟ انا هولع مكاني في ايه؟ لا يعني انا مش بحسد يعني ولا حاجه، بس 20,000 جنيه يعني جزماتي. ده انا بعد كده يا عم جعفر اقول لك ايه؟ يا جعفر باشا يا جعفر بيه، ايه ده الجمال ده؟ اوعدني يا رب اوعدني يا رب اروح ايطاليا بقى واخلص من هم البازار وشغل البازار. هتيجي تاخدني انا مين؟ المهم يعني يا استاذ جعفر، انت سافرت ايطاليا ازاي امال؟ الله يكرمه بقى الحاج سين سالم، يعني هو اللي سفرني ايطاليا. اي نعم خدت حوشت العمر بس ولا يهمك، جبت قدهم 20 مره. 20 مره في 20,000 جنيه؟ يا نهار ابيض يا ما ده يعمل 20,000 جنيه، انا اعمل لي كام يا دولا؟ انت بتكلم نفسك بصوت عالي يا دولا. افرض يا اخي بتسيح لي. طب وانت يا استاذ جعفر يعني معاك تليفون مثلا الحاج سين سالم ده يعني؟ اه لا معايا الكارت بتاعه اهو. اه بص لا مؤاخذه العنوان اهو والمحموله اهو، هو جاب العده بس لسه ما جابش الخط. ربنا يكرمك والله يا استاذ جعفر، مش عارف جميلك ده اوديهولك فين، مش عارف اوديه فين، اودي فين، اودي فين الجميل بتاعك ده؟ لا اي خدمه اي خدمه. طب استاذناته انا عشان مستعجلاته. يا خبر ابيض، طب ما تخليك شويه يا عم جعفر. لا لا مستعجلات. حبيبي يا جعفر باشا، سلامات يا رمزي. سلامات مع الف سلامه يا جعفر، الف سلامه. دوله دوله ابوس ايدك ابوس ايدك يا دوله، خدني معاك ان كان بعدك شيء متقدر، خدني معاك. السلام عليكم. حضرتك الحاج سين سالم ان شاء الله؟ وعليكم السلام. ايوه انا الحاج سالم، يلزم خدمه؟ حضرتك يعني احنا جايين قاصدينك يعني في خدمه بخصوص السفر ان شاء الله. انا ما اعرفش حاجه عن الكلام ده. انا راجل ماشي في السليم، وبعدين انا ترزي.
طلباتكم ايه بقى؟ ها بدلة ولا افرول ولا حتى كرافات؟ احنا عايزينك تزبط لنا ان شاء الله يعني فيستين حلوين كده، هو لإيطاليا بإذن الله. أه وان شاء الله بقى انا عايز الفيزا بتاعتي على شكل كاروهات كده اهو. الله الله الله، جايين تقربوا هنا ولا ايه؟ انتوا مين ومين اللي حدفكم عليا هنا؟ حضرتك يعني اللي حذفنا اللي هو كان اسمه ايه؟ جعفر. جعفر حضرتك اللي هو جعفر ابو لمعه اللي هو المعفن. ايه المعفن؟ يا اهلا وسهلا، مش تقولوا كده من الصبح؟ طالبين ايه؟ طالبين باذن الله القرب لايطاليا ومناسبه اليورو ان شاء الله. يلا بقى نقرا الفاتحه دول. يلا حيلك حيلك انت وهو، انتوا ايه فاكرين المساله كده سهله؟ امال ايه حضرتك؟ لا لا بص، اي طلبات انا تحت امرك، يعني من جنيه ل 500 جنيه. ايه 500 جنيه؟ ليه فاكر نفسك رايح الصومال؟ شكلكوا غير، هتوروني عرض كتافكوا انتوا الاثنين. حضرتك انا وعشان ترزه تقول لنا عرض كتافكوا؟ طب شوف طلباتك ايه واحنا تحت امرك يعني. المهنة في جواز السفر مكتوبة ايه؟ بالنسبة لي انا مكتوب صاحب بازار، وده ما عندوش جواز سفر اصلا يعني. هو لازم ندولك جواز السفر ده هو يعني؟ امال يعني التأشيرة هتاخدها فين يا فصيح؟ هو ممكن ياخد الخدمة بتاع التأشيرة على قفاه او يديله التأشيرة في كيس بلاستيك مثلا. لا يا دولا، الكيس البلاستيك ده ممكن يضيع مني، انا عارف نفسي. يا بني ادم انت وهو، افهموني ها افهموني، المهنة في جواز السفر بتاعتكم لازم تكون مكتوبة تاجر ادوات كهربائية. خلاص، حتى لو مطلوب ان يتكتب مثلا شهبندر التجار بتوع الادوات الكهربائيه، تحت امرك عادي يعني. وانا ممكن اعمله يعني ايه؟ مساعد شهبندر التجار بتاع الادوات الكهربائيه، ودراعه اليمين اللي هو الفيشه اليمين يعني. لا يمين ولا شمال ولا ايده ولا رجله، الكلام اللي اقوله هو اللي يتعمل وخلاص. خلاص زي ما سيادتك تؤمر. في حاجه تانية غير الجوازات ولا اي حاجه؟ بعد ما تجهزوا الجوازات كل واحد فيكم يجيب 5000 جنيه. ايه 5000 جنيه؟ ماشي ماشي يا حاج سين سالم، هنجيب لك ال 5000 جنيه عن كل باسبور ونجيبهم لك على هنا. لا يا فصيح مش على هنا. امال على فين؟ على السفاره؟ سفارتي ايه؟ هتودينا في داهيه. بقول لك ايه، بص اهو، تتصلوا بالرقم ده، واول ما تقابلوا الراجل اللي في الرقم ده تسلموه كل حاجه. وده يطلع مين بقى الراجل ده؟ مخبر؟ لا ده الراجل التاني. الراجل التاني؟ هو انتوا معاكوا رشقة باظة برضو؟ انا نفسي اشوف سامية جمال. يا اخي خليك تحصلها. اول ما تتصلوا بالراجل ده ويقابلكم تقولوا له كلمة السر، ها؟ اول ما تشوفوه هتقولوا له ايه؟ سالم. هو بقى هيرد عليكم ويقول خد صاحبك عني. ماشي دي سهلة قوي. يعني افتكرها معايا يا رمزي عشان ما نروحش هناك ننسى. سالم خد صاحبك عني. يا جماعه انا خلاص قررت اضحي بنفسي علشانكم. هتعمل ايه يعني؟ هترمي نفسك في النيل؟ بعد الشر عليه، ابني ما بعرفش يعوم يا سناء. طب قصدك ايه يعني؟ هنعمل ايه التضحيه بتاعتك دي ايه؟ قصدي يعني يا حماتي ان انا قررت اسافر ايطاليا. الفكره جامده قوي يا ابي، برافو عليك. اخيرا هنلبس المستورد بقى ونشوف هدوم اوروبا بقى والماركات بقى. ايه ده؟ اخيرا اخيرا هجيب البارفانات بتاعتي اللي هي ما بتبقاش مضروبه بقى من بره. وليه يا ابني هتسافر وازاي؟ وانا يا بيبي ما فكرتش فيا؟ ما فكرتش ان انت هتسيبني لوحدي من غير رجل يعويني ويحميني؟ ما فكرتش في مشاعري؟ وانت كمان يا ماما ما فكرتيش في اللعب اللي هيجيبها لي من بره؟ برافو عليك يا ياسمين، هو ده الكلام. يا رانيا انا بعمل ده كله عشان مين؟ ما عشان كنتوا يا ماما. لعلمكم بقى ده في واد شغال جزمجي بياخد هناك 20,000 جنيه، فما بالكم بقى انا لو رحت هناك هاخد قد ايه بقى؟ ايه يا دي العيبه، هتروح تشتغل صرامات يا عادل؟ صرامات ايه يا ماما؟ هو انا عادل ابو لمعه؟ طب والبازار هتعمل فيه ايه يا ابي؟ هتقفله؟ لا البازار ده حله سهل قوي، في واحد تاجر اعرفه ممكن هيأجر البازار ده ب 50% يعني، غير كده بقى اعرف كويس قوي ان هو ذمته استك، بس استك نظيف ما شاء الله. يعني انت خلاص خلاص خدت قرارك الاخير؟ معلش يا رانيا غصب عني، انا مسافر مخصوص عشان ياسمين بنتنا ومستقبلها. وهتسافر لوحدك يا عادل؟ لا يا ماما للاسف هيبقى معايا قدري الحيوان رمزي. طيب طيب الفيزا بتاعتك دي مين هيجيبها لك؟ مكتب ولا انت هتجيبها من عند مين يعني؟ لا مش من عند مكتب، من عند ترزي ان شاء الله. ترزي؟ طب خليه يسرفلها لك احسن تنسل. انت بتقولي فيها بس ترزي ايه؟ لا 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 مضمون، يعرف ناس كبار جدا يعني هم اللي هيجيبوا الفيزا. ايوه يعني انت الترزي ده واثق فيه ثقه عمياء يعني؟
ايوه طبعا يا ماما، لعلمك سفر ناس قبليه كتير قوي يعني جت عليا. طب خلي بالك يا بيه بقى، احسن الترس ده يطلع نصاب ولا حاجه. هينصب عليا في ايه يعني؟ هيديني فيزا بتكون بتبقع من اول غسله مثلا؟ انا مش متخيله ان انت هتسافر وتسيبني لوحدي يا بيبي. معلش يا حبيبتي، ما انت معاكي مصر كلها، هو انا سايبك لوحدك فين يعني؟ اهم حاجه ان تدعوا لي يا جماعه، لان ربنا يكرمني ان شاء الله واخلص الورق كله على خير. لا، وانت هتعرف الراجل التاني ازاي دلوقتي؟ الراجل التاني مفروض هيدخل علينا وحاطط في الجاكيت بتاعه وردة حمراء. طب وهيحط الفازة ازاي في الجاكيت يا دولا؟ اوكي. اهلا وسهلا. ده ايه اللي اخرك ما؟ يا دولا حطيتها من غير فازة فعلا. بس بقى بس بقى. كلمة السر ايه؟ كلمة السر ولا رمز كلمة سر ايه؟ اخاصمك. اخاصمك. هيفاء 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 يلا حاجة الهيفاء. شخبط شخبيط نخبيط يا رسامي. بس 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 مش افتكرتها. سالم حوش صاحبك عني. سالم صاحبك جنني. سالم انت والله في ايه؟ الناس هتاخد بالها. الناس هتاخد بالها يا غبي يا غبي. احنا لسه ما تعرفناش بحضرتك. انا يا ابن عمك الحاج جي، الحاج جمال يعني، الشهير بالراجل التاني. وانا عين عادل يعني، الشهير بدولة. وانا ره رمز يعني، الشهير بالجزمة. حضرتك احنا جبنا الفلوس وجبنا الباسبورات وعايزين نعرف ايه اللي هيحصل بالظبط. انا دلوقتي هاخد منكم الفلوس على بركة الله. هات الفلوس يا ابني بس بالراحة من غير ما حد ياخد باله، بالراحة. حاضر، هات الفلوس يا رمزي بالراحة. يا دولة اتفضل. ايه دول؟ حد خد باله؟ حد خد باله؟ انت اللي هتخليهم يخدوا منهم. من غير ما حد ياخد باله، من غير ما حد ياخد باله. ايدكم معانا يا جماعه والنبي. خد خد من غير ما حد ياخد باله. تمام تمام كله تمام. حد خد باله؟ عيب، احنا شغلنا 100 100، ما تقلقش. المهم عامل ايه؟ عامل لي عشان ما حدش ياخد باله. يا كده هتخلي الناس ياخدوا بالهم يلا. حضرتك هنعمل ايه بالظبط وهنسافر امتى وازاي؟ انتوا دلوقتي ما دام دفعتوا الفلوس يبقى انتوا مؤهلين ان انتوا تقابلوا الراجل الكبير الزعيم يعني. الزعيم؟ هو في لسه زعيم؟ هو مش انت اخر حد هنقابله ولا ايه؟ لا، انا شغلتي ديليفري، عليا توصيل الجوازات والفلوس للزعيم. يا ابني احنا جماعه منظمه جدا، يعني تقدر تقول علينا مافيا. لا حضرتك واضح عليك ان انت مافيا مافيا مافيا. وحضرتك يعني، طب احنا كده وهنسافر امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله بكره الصبح هتقابلوا الزعيم عند الحاج سين، الحاج سالم يعني. سلام، جهزوا نفسكم للسفر خلال يومين. سلام. ماشي، سلام سلام سلام. اموت انا في جو الحصابات دي. ايه محافظين على الاسرار وطول الوقت وانت هتشخر ايه؟ لا اسف انا اسف. اصل ايه دول عصابه؟ ايه شغلها على ميه بيضة؟ انا صراحه اطمنت ما شفت الراجل ده بجد يعني. الحاج جي ده هايل. الله يا دول امك، ده عيالك يا دول. مالكش دعوه، يلا بينا. يلا يا فاضل يومين واسافر. مصر هتوحشني قوي يا رمزي. مش هتوحشني ولا حاجه، مش هتوحشني. يلا يلا امشي امشي قدام. السلام عليكم، ازيك يا معلم سين سالم؟ ايه ده انت بتعد في الفلوس بتاعتنا؟ كانت متينات. ايوه سين. ايه بقى احنا خلاص في بيننا دلوقتي عمل مشترك. قولوا لي يا سالم، او لو عايزين تدلعوني دلعوني. يلا. طب عملت ايه بقى يا معلم سلمون؟ سلمون ايه يالا؟ انت كده مش بتدلعه، انت كده بتهزقه. احنا اسفين، انت شايفه كلب البحر. بس سمعني صمتك انت وهو. دلوقتي هتقابلوا الزعيم المعلم نون نظم يعني، وهو هيقول لكم هتعملوا ايه بالظبط. فلتتفضل يا زعيم. اهلا يا شباب، انتوا بقى اللي عاوزين تروحوا ايطاليا؟ ايوه احنا ان شاء الله. هي تاشيره ايطاليا بقت صعبه دلوقتي، لكن انتوا ليكوا عندي انكم تروحوا ايطاليا، وزي ما بيقولوا في المثل كل الطرق تؤدي الى ايطاليا. الله علي النعمه، المعلم نون نظم ده بيتكلم صح الصح. بص حضرتك، انت تودينا ايطاليا ومالكش دعوه. بس يعجبني ذكائك يا واد. احنا هنروح ايطاليا بس مش من هنا، هتروحوا من ليبيا. ومش هنروح طيران،
هنروح عن طريق البحر، يعني فرك الكعب وتوصلوا ان شاء الله. فرك الكعب على الله، بس ما تكونش فرك الكعب داير يعني. اللي عايزكم تعرفوه انكم مش هتبقى لوحدكم، في ناس كتير مستنيه هناك، واول ما توصلوا المركب هتتحرك على بركة الله. سيري يا نورماندي تو. يا دولة أنا كان نفسي أركب سفينة من زمان. أنت هتعملي فيها يا فتاح الأسري سفينة اللي كان نفسك فيها حضرتك؟ بس يعني معلش عدم مؤاخذة، إحنا ما نعرفش حد هناك في ليبيا يعني. إحنا ناس منظمين، لينا مندوب هيستناكم هناك، هتخشوا التخزين، تباتوا ليلة ترتاحوا يعني، وبعدين تتكلوا على الله تسافروا على طول. جاي لك يا إيطاليا. ربنا سهل لك يا ابني، مع ان انا خايفه من حكايه البحر والمركب دي. انت ما بتعرفش تعوم؟ لا، ما يا مرات عم ان شاء الله هنشتري عوامات واحنا ماشيين. فين رانيا يا عادل؟ مش معقول، اكيد 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 هي مش قادره تستحمل لحظه الوداعات بتاعتك. وداعاتي بس يا حماتي، واحده جوزها مسافر، وضع طبيعي انها تودعه يعني. يا رانيا يا رانيا. لا ايه يا رانيا؟ ايه بس؟ خايفة 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 عادل، خايفة تسافر ايطاليا وبعدين تبص على واحدة ايطالية شعرها اصفر ضاربها السلك، حيث ان انا عملت شعري اسود يعني. بس ما تقلقش ارجعه لك زي ما كان، انا عارفاك عارفاك يا عادل، عينك زايغة وقلبك مفعوص كده بيجري على اي حاجة. ايوه فعلا انا عينيا زايغة صح؟ خلاص خلاص يا بيبي مسافر، صرحني عادل. مش انا اللي هرد عليكي، شادية هي اللي هترد عليكي. شفتي؟ خلاص بقى على موبايلات، ابقى طمني عليك. لا موبايلات ايه، هبعت لك جوابات ارخص. انا طول عمرك كده يا حبيبي مسرف. طب يا جماعه مش عارف اقول لكم ايه، الوداع الوداع يا اسره. الوداع يا اسره. عادل اخويا اخويا الوحيد، عايش من غيرك ازاي يا عادل؟ سناء اختي، سناء اختي ما تعمليش نفسك كده يا سناء. ما تنساش الهدوم اللي قلت لك عليها، انا عايزه شنطه ونص ليا. يلا بنت يلا بنت. عادل جوز بنتي يا حبيبي وحيدي. ايوه يا حماتي يا حبيبتي، اهلا وسهلا. مش هنسى البرفانات طبعا، ما تبطلوا الحركات تخشوا على طول. ميرسي ميرسي يا جماعه. سلام عليكم. باي باي يا عادل. باي باي يا عادل. يلا ايه كهربتي ولا ايه؟ بقولك ايه، هو اليورو دلوقتي بقى بكام؟ مش اما اوصل هناك الاول يا رانيا واعرف اليورو بقى بكام. اوصل بس يا ماما. يو بقى دول، بص انا هروح بقى اجيب الاوتوبيس لحد هنا، ما تخلصونا يا جماعه، شنطتي تقيله بقى على ايدي. يلا يلا. ابي عادل اوعى اول ما توصل تنسى تبعت لي اللابتوب اللي اتفقت معاك عليه. ها حاضر. وانا كمان يا بابا ما تنساش اللعب بتاعتي. حاضر يا ياسمين. يلا باي باي، سلام عليكم. سلام يا ابني، قلبي دعيلك يا حبيبي، مع الف سلامه. مع السلامه يا ماما، مع السلامه. يلا يا رمزي بقى نطلع على اوروبا بقى. ايه ده دول، انت مش قلت ايطاليا؟ يا انا ما اوروبا جوه ايطاليا يا اهبل يا اهبل. باي باي يا عادل. باي باي يا عادل. ما تنساش حاجاتنا يا عادل. لابتوب يا ابي. باي. واللعب بتاعتي يا بابا. والبرفانات. باي باي. دول احنا بقى دلوقتي بقينا في ايطاليا؟ ايطاليا ايه يا اهبل، احنا لسه في ليبيا، بعد خمس دقايق هيجوا ياخدونا يودونا بقى على ايطاليا بالمركب على طول. يلا والله امك دعي لك يا دول. مالكش دعوه مالكش. خمس دقايق ايه يا استاذ، احنا بقالنا هنا اربع شهور في الاوضه المعفنه دي، ده احنا نفسنا نتمسك ونترحل على الاقل نرتاح من المرمطه اللي احنا فيها دي. تتمسك؟ ما في حد يتحرك، انتوا مجهود عليكم، هات ترحلوا. احنا ما لحقناش بقى لناش خمس دقايق. معلش بقى دول، هناخد راحتنا بقى في ايطاليا. انت فكرك البوليس هيودينا ايطاليا يا اهبل؟ هيرحلونا على مصر يا عبيط. حاضر سيادتك امسكوا ده، انت نبوز اخ. لا 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 كده حاجه تقلق بقى، عادل بقاله شهر ما سالش من ساعه ما مشي، ولا اتصل ولا حتى رن على الموبايل عشان يطمني. اه يا حبيبي يا ابني، انا قلبي واكلني عليه. يو 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 ما تقلقوش كده بقى، انا بقى حاسه ان هو مستني لما يلاقي شغل ويكلمنا ويقول لنا انه وصل بالسلامه ولا شغل. ويكلمنا وصل بالسلامه ولا كل همك في البرفانات؟ انا
مش عارفه ايه اللي خلاه يقبل الموضوع ليبيا ده، مش قادره افهمه. لو كنا نعرف بس الراجل اللي جاب له السفر ده كنا عرفنا اخباره ايه. يا اخوانا من فضلكم بصوا، انتوا امشوا ورا احساسي، انا احساسي بيقول ان هو مستني لما يلاقي شغل ويكلمنا ويقول لنا يا اخوانا انا مسكت الشغل خلاص. شفتوا بقى ده عادل، عشان تعرفوا انا احساسي رهيفه دي، ده اكيد عادل. الو عادل. عادل يا حبيبي، ازيك يا حبيبي، وحشتني قوي. اخس عليك كل ده ما تطمنيش عليك. ايه انت فين؟ في الاسم؟ اسم بتعمل ايه يا عادل في الاسم اللي عملته؟ طيب خلاص يا عادل اهدى، انا جايلك دلوقتي. باي 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 باي. ايه يا رانيا في ايه؟ مسكوه في ايطاليا؟ لا يا انتي، ده هو اساسا ما وصلش ايطاليا، ده هو اساسا اتمسك في ليبيا ورحلوه، وهو دلوقتي في الاسم هنا في مصر وعايزني اروح اضمنه. ازاي ده حبيبي يا ابني؟ ازاي حصل كده؟ زي نفسك واسالي احساسك المرعب العالي اللي حاسه بيه قوي. شو انت احساسك ده ولا رجعه؟ انا لازم اروح دلوقتي. هروح معاكي. اسكت بقى اسكت بقى، انت اللي لعسني وهتبوظ لهم كنبه. الكنبه بتاعت الحكومه يا ابني، كنبه الحكومه. جمل يا دي اسكت، يا انا مش كفايه الشنط اللي انت ضيعتها يا غبي. وحشوني والله العظيم وحشوني. رانيا جبتوا البطايق ولا يرجعونا ليبيا تاني؟ يا حبيبي ايه اللي جرالك وبهدلك البهدله دي؟ اتمرمطنا يا رانيا، رجعونا من ليبيا مترحلين، بقى لنا شهر الغبي ده مش فاهم يعني ايه مترحلين، فاخرنا في الترحيل. انا عليك يا حبيبي، بهدلوك 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 يا حبيبي. يا رانيا جبت عيش وحلاوه علشان هموت من الجوع يا رانيا. مين جراف؟ رانيا انت قصدك ما عرفتيش اللي حصل لنا، احنا اتبهدلنا، اتضحك علينا اتضحك علينا. يا موكوس يا موكوس، مش عارف توصل لغايه ايطاليا؟ لما جينا طالع البرفانات ولا انا طالني الهدوم المستورد، مش عارف توصل لغايه ايطاليا. يعني مش همك غير شويه الهدوم والبرفانات؟ ده انا اتمرمطت، ده انا كان نفسي والله اجيب لكم هدوم من روما، بس اللي حصل ايه؟ اللي حصل اني مش هقدر اجيب لكم حتى هدوم من العتبه. طيب يا حبيبي، على قد ما انا متضايقه من اللي جرالك والبهدله اللي شفتها، على قد ما انا مبسوطه انك رجعت لي. بالف سلامه يا قلبي. الله يسلمك. الله يسلمك. يا رانيا رانيا، اهم حاجه يا رانيا، الشريط لسه عندك؟ شريط ايه؟ الشريط اللي هو بتاع شادي، اللي هو خلاص مش مسافر، والختمه ما مسافر، وبضربه بالجزمه لو سافر عندي. فالكلام ده معلم مقبره، ابقى مربط معاك بعربون وتروح تدي البضاعه لحد غيري. خيرها في غيرها معلم عادل، واحد جالي وفلوسه كاش وانا كنت مزنوق. يعني انت مزنوق تزنقنا انا؟ طب على الاقل اديني نص البضاعه يا معلم. بس يا عم عادل انت راجل طلباتك قليله، من الاخر كده ما انتش قد البيعه ديه. واتفضل يا عم، ادي عربونك اهو، وانزل بقى من على ودني. انزل من على ودنك؟ بتبيعنا مقبره؟ ده شغلي، والشغل ما فيهوش يما ارحميني، وانا بقى غلطان ان انا اشتغلت مع واحده فندي زيك. ماشي يا مقبره، انا بقى مش هخليك تبيع حته جعران واحده في المنطقه، ودلوقتي اطلع بره. ده انا ادفنك، انت ما تعرفش انا مين؟ ده انا مقبره. عارف وخايف يعني، ومع ذلك اطلع بره بسرعه. وحدوه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. الحمد لله بقى يا دوله انك خدت عربونك من اول وجديد. احنا بقى نروح لاخوه مدفنه ناخد البضاعه اللي احنا عايزينها كلها. انت بتتكلم ليه؟ انت بتفكر ليه اصلا يعني؟ المهم دلوقتي السيزون خلاص قرب يبتدي وما عندناش بضاعه جديده. طيب ادول احس بقى ان يعني الفلوس معاك كلها يعني، فانا عايز ورقه ب 20 جنيه عشان اجر مستكل بحر اللي هو جيسكيكي. جيسكيكي؟ وهتعمل ايه بالجيسكيكي؟ هتروح تركبه في الحاره اللي ورانا ولا هتيجي تتفسح بيه هنا في الحمام؟ يا دول بقى عايزين نتفسح بقى يا عم، ونقفل البازار ده شويه بقى. عايز تتفسح يعني؟ انت عايز فلوس يا رمزي؟ اه يا دول عايز فلوس. طب ايه رايك بقى مخصوم منك 20 جنيه وادخل دلوقتي على البازار، عايزك تنضفه، عايزه بيبرق. ايه يا دولة؟ طيب انا مش عايز تديني فلوس يا عم. ما تدينيش، بس ما تقعدش تخصم لي بقى. تخصم لي بتاع ايه يعني؟ بتاع فول، بتاع اللي بتاعه مالكش فيه. عايز حاجة؟ ماشي ماشي يا دولة. بص على العموم يا عم، نتكلم بعدين يا عم. ايه اللي نتكلم بعدين وانت صاحبي جاي تصاحب عليا تقول لك اتكلم معاك بعدين؟ يلا 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 يلا، اتكل على الله، غور من وشي غور من وشي. ماشي ماشي يا دول، حصل خير يا عم حصل خير، انا هستحملك. ماشي تستحملني بتاع ايه؟ ده انا اللي مستحملك بالعافيه يا رمزي. بص انا العفاريت الزرق بتتنطط في وشي من المقبره اللي كانت. يلا اتكل على الله اتكل على الله. طب ايه دول عايز اعمل لك ايه؟ طيب بقى اهدى كده اهدى يا عم اهدى. ولا ولا ابعد عن وشي،
غور يا رمزي غور غور. ماشي 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 براحتك واضرب براحتك ماشي. خد تعال خد تعال تعال. عايز ايه؟ انت بتبرطم بتقول ايه؟ بقول لك ماشي واضرب براحتك ماشي. انا فاكرك بتبرطم. يا صباح الخير يا اللي معانا. يا صباح ال... لا يا معلم رمزي في ايه؟ بهزر معاك مالك يا عم انت متضايق ولا ايه؟ حتة والله يا دولة ده تعبني قوي قوي يعني وخايف اشد عليه يتقطع. لا يا عم شد عليه ولو اتقطع ابقى رفيق. يا صالح يعني صالح. انا هفضل بس مستحمله لغاية امتى بس؟ روح يا حتة والنبي روح هات لي اتنين شاي. انت مستني حد يجي لك ولا ايه؟ لا اصل انا هقعد بس اكلم نفسي شوية فهنزلها. ايه رأيك؟ يعني احنا بنعمل واجب مع الناس مش هنعمله مع نفسينا؟ الباشا ما قاليش بقى نفس سكرها ايه؟ نفس سكرها زيادة حتة. الباشا باشا تأمرني. الاعتصام بكرة قدام مكنة ستة، الخراطين قدام، اللحامين ورا، واحنا رئيس زكريا. انتوا قسم التغليف يعني في اخر المظاهرة، انتوا الفينش بتاعها. بس ممكن سليم البدري يحلنا بجزمته. سليم مين وبدري مين يا عم؟ انا معايا تليفون زينهم السماحي هكلمه يدعي طلبها. ايوه بس زينهم السماحي مشغول مع قمر السماحي، اتطلقت ورجعت شايله عيلين على كتفها. عملها ابن البدري وطلقها، بس ده مش مهم، المهم هو الاضراب والاعتصام لان ده هو ده الحل. احنا مش اقل من عمال مصنع المكرونه الاسباجيتي اللي غيروا خطه انتاجها وخلوها مقصوصه. بكره يا جماعه التجمع بتاعنا بعد ماتش الزمالك، طبعا كلنا زملكاويه يعني هنتغلب، دمنا يتحرق، نروح نفش غلبنا في سيسليم البدري. خلاص اتفقنا اليوفط بكره تكون جاهزه يا جماعه. يلا سلام يا رجاله. سلام سلام. استنوا اخرجوا واحد واحد. يلا بقول لك يا رز زكريا الاضراب بكره مش كده؟ ها مش كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. طب سلام بقى بكره بقى. ها بكره الاضراب. ها ماشي متفقين ماشي. طب سلام بقى سلام. ايه يا حته؟ ايه فين الشاي بتاعي؟ ساعه يا عم حاضر. عندي ده يا ريس زكريا. ريس زكريا انت عرفت اسمي منين يا عم؟ انا سامعكم من الصبح يا عم وانتوا عمالين يعني تتكلموا على الاضرابات والاغتصابات. بس اغتصابات ايه؟ هتخرب بيتنا. اسمه اضراب. اضراب؟ انتوا هتضربوا مين طيب؟ هتضربوا حد غلس عليكم؟ غلس علينا ايه بس؟ انت في سنه كام يا ابني؟ ما روحتش مدرسه. يا ابني احنا عمال مطحونين. ايه عمال مصنع زهره؟ زهره ايه بس يا ابني؟ يا ابني افهم، احنا عمال مطحونين طالع عنا شغالين ليل ونهار، اصحاب المصانع بيلموا الغله واحنا بيتمص دمنا. ما تفكرنيش بقى وتقلب عليا المواجع بقى بالخصومات بتاعه الدوله اللي عماله ترف على دماغ. الاخ عامل برضو؟ عامل جمعيه انا والواد حته ب 35 قرش بس شكلي كده هتزنق ومش هدفعها من الخصومات بتاعه الدوله دي. لو احتجت لاي حاجه انا تحت امرك، ولو انت حاسس ان انت مظلوم ما يهمكش اعمل اضراب. اضراب؟ لا يا عم لا، ما اقدرش انا اضرب دوله، ده ايديك قويه قوي. يا ابني افهم، اضراب يعني تمتنع عن الاكل عن الشرب عن العمل عن كل حاجه، ترفع يوفط اعتراض على مصنع دوله ده اللي واخد حقك. ايوه بس حضرتك يعني دلوقتي انا لما اجوع وارفع اليوفط دي انا هصرف يعني انا هستفيد ايه؟ يا ابني مش مهم، المهم ان انت هتثير الراي العام ضد مصنع دوله ده اللي واخد حقك. الناس من اسكندريه لاسوان هتمشي وراك وتهتف يسقط دوله يسقط دوله يسقط دوله. شايف الصوره؟ شايف. انا فين؟ انت اللي هناك اللي شايلينه على كتافهم ده. طب تفتكر يعني بقى دول هيشيل لي الخصومات؟ مش كده وبس، ده احتمال كمان يديك علاوه. لا 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 ما تقولش بقى يا ريس زكريا. لا لا ما تقولش يا ريس زكريا. ايه اسكت اسكت ما حدش يعرف اسمي. بص يا حبيبي اهو باصص اهو، ده قانون العمل عايزك تقراه كويس وتحفظه صم وبعد كده تحرقه. ده يعرفك اللي ليك واللي عليك. سيب بقى انت مش انت هتدوني بقى بتاعي. سيب بقى يا ريس زكريا بقى. سيب بقى. انكل رمزي فين ابوك يا بت؟ استاذ عادل كنت عاوزك في موضوع. ايه اللي جابك هنا اصلا يلا؟
يلا انا ايه ليا اسم تندهل بيه؟ ليك اسم وكمان عرفت اسمك، فاضل بقى كمان تكون عرفت سنك. في اكتوبر اللي جاي ان شاء الله هتم 27 سنه. اكتوبر وانت عارف اكتوبر ده اساسا اللي قالك عليه، يعني قالك ده شهر ولا كوبري؟ شهر يا عادل، وبالاماره بيجي بعد رمضان. ما هو ده يا عادل عيد اكتوبر المبارك. طب اقعد يا رمزي، اقعد عشان مش قاعد. طول ما انا في بيت الراجل ده هو انا مش هقعد، علشان لو قعدت يبقى هتنازل عن حقوقي. ما انت طول عمرك قاعد واكل شارب نايم يا عويل، وبعدين وهنتحايل عليك عشان تقعد ان شاء الله عنك ما قعدت، اطلع بره. يا جماعه استهدوا بالله كده هون، انا جاي اتفهم بشكل ودني. ودنك زي ودنك عمار بالظبط، يعني انت جاي فرحان بودنك ولا ايه؟ في ايه يا هلا؟ مالك يا ماشي ماشي شر يا ولاد انتوا اخوات، في ايه؟ والنبي يا حاج انعام خليكي في الملوخيه اللي انت بتقرطفيها دي. ده انا اقرطف ودنك، اقرطف ودنك، ترك ترك ودن ودن. الا ماما يا قليل، يا الا ماما يا قليل الادب. اهدي اهدي يا ماما. اهدي يا سناء، عايز ايه يا رمزي؟ انت بتتريق على طشه ملوخيتي؟ طب انا كنت هديك طبق، لكن عشان قله ادبك دي ولا لقمه هتاكلها. انا الحمد لله مش مستني احسان من حليتك. ارطافي 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 ولا لا، ده كده زادت عن حدها. كله يخش جواه، كله يخش جواه، سيبونا انا اتصرف معاه بقى. بيبي ما تستخدمش معاه العنف، الواد ده الواد ده تلطشه بس. انا هتصرف، هستخدم معاه طريقه ترويض الجحش. طيب يا رمزي، خش جواه، كله جواه، كله جواه، كله جواه، كله جواه. على اساس ان انت واحده منهم ولا ايه؟ تعالى هنا. بقول لك يا استاذ عادل ما تمدش ايدك، انا عارف كل حقوقي. حقوقك طبعا. ما تمدش ايدك. ايه هلا؟ في ايه؟ عايز حقي. عايز حقي؟ ده كده مش رمزي، كده هاني رمزي. بص بقى، ولا هاني رمزي ولا سهير رمزي، ما تنسنيش بقى وتلخبطني الاسم اللي طول عمري بحفظه. الله 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 الله، ده القوالب نامت والانصاص قامت، القطه كلت عيالها ولا في ايه ده رمزي؟ بقول لك ايه، ما تقاطعنيش وانا بتكلم. لا ده انا مش هقطعك، ده انا هقطعك ياض، هقطعك. في ايه ده رمزي ياض؟ ماشي، انا هروح بقى اشتكيك لنقابه المعلمين. ده على اساس ان انا المعلم بتاعك. ماشي اشتكينا يا رمزي. هشتكيك ماشي. اشتكينا، غور ياض يا رمزي ياض. وهقول لهم على دي كمان على فكره. هتقول على دي؟ اه. طب قول لهم بقى كمان على ده. ماشي ماشي ماشي. استنى ايه هتكتب؟ هكتب. وعدد واحد قلم؟ واحد قلم. سلام. الواحد يجي جاي يصطبح اجانب داخلين جوه البازار. ايه ده؟ لا للخصومات، لا للكشري، نعم للرفق بالحيوان، تماثيل البازار تؤيد رمزي. هو انا وقعت في مظاهره ولا ايه؟ مين الحيوان اللي علق اليوفط دي؟ انا اللي علقتها. يا سلام، انت اللي علقت. بتشوه سمعتي قدام السياح. انا عامل اعتصاب ومش هقوم غير لما تنفذ كل مطالبي. ما انت مطالبك اتحققت، انت مش كاتب يافطه وكاتب عليها ايام دونكي، يعني انت حمار. خلاص عادي جدا، عايز ايه تاني غير انك انت تبقى حيوان ونعم بالرفق بالحيوان؟ عايز ايه تاني؟ ماشي يا دول، اقعد اغلط اغلط ومش هتزحزح من هنا خالص. يعني مش هتقوم خالص؟ طب تعالى بقى، تعالى بقى. انت ماي جاد، ماذا تفعل بهك الجحيم؟ هذا ليس شأنك، هذا ليس شأنك، انني اتصرف معه كما شئت. طب النجدة النجدة، اغلق فمك ايها الوغد، ساقتلك ساقتلك. يا الهي، انه يلكمه في مؤخرته. هل انت اتيت في جمل؟ فالقمه. اضرب برزقه فاني اتالم. انني اريد ان اعلمك. انت فقدت صوابه، هذا العمل عواقبه وخيمه. رخيمه رخيمه، انت لا تدري اجل ماذا افعل به، انهم مرمطني لقد طلع ماي ايز. يوجد قانون يمكن ان تقاضيه لحاكم الولايه. ولايه؟ وده يفهم ولايه؟ ده مش فارق حاجه خالص. اضرب برفق فاين بنطال يتفتح. سوف ارفيه لك يا روح خالتك. سحقا، ماذا فعل لكل هذا؟ لقد فعل حاجات كتير محدش ليه دعوه. انت يا عم ايه؟ انت جاي لي من المسرح الاوروبي ولا انا سحبت سلطتك عليا؟ مالكش دعوه، مالكش دعوه، مالكش دعوه. الغوث الغوث النكتة. اتنين شاي على مية بيضة يا حتة، والسكر بره. حاضر يا باشا. دول عندي يا حتة. أمورنا يا معلم رمزي. ما يصحش، أنت عامله بدون ماء. يا عم ربنا على المفتري. ربنا بيقول اسعى يا عبد وأنا عينك. ونعمة بالله، بس يعني يا خواجة أنا أعمل إيه بعد كل اللي أنا عملته ده؟ اترك لي هذا الأمر، فأنا أعمل مراسل في قناة خد حقك، وسوف أتبنى قضيتك وسوف تحصل على جميع حقوقك. مستر رمزي،
اعلن قضيتك امام الراي العام العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حضراتكم، يعني انا واخويا على الغريب، وانا وانتم واخويا والغريب على ابن عمي اللي هو دولة. يعني بداية موفقة. منذ متى وانت تعمل بالبازار؟ حضرتك يعني منذ طفولة اظافري. ياما وقفت جنب دولة حبيبي دون في ازماته اللي انا كنت دايما محققها له يعني، وياما رحت جبت له كياس كشري وعلب، وساعات كنت بقضي مشاوير تخص مراته اللي هي ام ياسمين رانيا. وما هو راتبك الشهري؟ حضرتك انا بشتغل معاه بلقمتي حضرتك. اذا هي السخرة تعود من جديد. هل كان يعتدي عليك بالضرب المبرح؟ لا هو الحقيقة يعني الضرب ما كانش مربح ولا حاجة، يعني ما كانش بيحاسبني على الفلوس يعني بالإقلام يعني ولا اي حاجة، ويا ما خدت منه إقلام وشلاليته وما ادانيش ولا اي فلوس. اذا هو عهد المماليك يعود من جديد على يد المملوك عادل سعيد. حضرتك انا ممكن بس يعني اضيف حاجة صغنطوطة كده وان يعني انا من ضمن يعني اسباب اعتصاني وقوفي مع حضراتكم دلوقتي نومتي حضرتك. يعني انا ياما قلت لدول حبيبي هات لي مرتبه سفنجة علشان انا بحب اتنطط وانا نايم يعني بالليل. دعنا نتكلم في صلب قضيه رمزي. هل كنت لا تعطيه راتبه الشهري؟ حضرتك انتوا ممكن تسالوا حته اللي شغال في القهوه اللي جنبينا، قولوا له انا بدفع مشاريب لرمزي قد ايه يوميا، بدفع له 7 جنيه. تخيل حضرتك بيشرب الكوكتيل وهو مش مقتنع ان الموز فاكهه، بيشيل الموز وبيرميه، حتى ما بجيب له حواوشي وده مفروض وجبه ضخمه يعني، بيرمي اللحمه اللي جوه العيش وبياكل العيش حاف يعني. وماذا يقصد بهذا التصرف الغريب؟ حضرتك انا مش عارف هو يقصد ايه، يمكن مثلا عامل نفسه نباتي ولا حاجه. حضرتك وماذا عن المبيت الغير آدمي بالبازار؟ لو حضرتكوا يعني تقصدوا موضوع المرتبة السفنجة انا هقول لكم على كل حاجة. صل على النبي عليه الصلاة والسلام. هو جالي من فترة كده وقال لي انا عايز مرتبة سفنجة، قلت له ما عنديش مشاكل يا رمزي، يعني عادي جدا حقك اجيب لك مرتبة، بس انا حبيت اجربه الاول في يعني بتاع دي مخدة سفنج. جبت له المخدة السفنج، تتخيلوا عمل فيها ايه؟ يا ترى ايه؟ عمل ايه بقى يا سيدي؟ فك المخدة السفنج وخد منها السفنج وبالموس قعد يقطع السفنج حضراتكم ماشي عشان يعملوا كورة شراب. السؤال يطرح نفسه، يا ترى جاب الشراب منين؟ حضرتك يعني جاب الشراب، انا مره كنت داخل يعني اتوضى فقلعت الجزمه والشراب، خرجت لقيت فرده شراب واحده لدرجه ان رجلي التانيه خدت برد. وممكن تسالوا الراجل اللي هو شغال في الاجزخانه اللي جنبينا يعني، لان انا خدت منه قبل كده يعني مضاد حيوي بتاع البرد. ايه ده؟ ده نمرة البيت. البيت بيتك الأستاذ محمود سعد. ألو أيوة أستاذ محمود. يا أستاذ محمود حضرتك يعني أنا بتصل كتير جدا بالبرنامج بلاقي التليفون مشغول. ها؟ لا حضرتك ضرب إيه معقولة هضربه يعني حضرتك؟ لا يعني حضرتك ها؟ لا بديله مرتبه طبعا، بديله مرتبه. هو قال لحضرتك إن أنا بقلب على البرنامج بتاعك وبتفرج على برنامج العاشرة مساء؟ حضرتك يعني هو بيكذب عليك، انا متابع حضرتك وده يمين هتحاسب عليه من ايام ما كنت حضرتك بتقول اشرب العصير اشرب العصير. ايوه يا فندم ايوه يا فندم. الو يا استاذ محمود، استاذ محمود وطي التلفزيون اللي عندك استاذ محمود. يظهر ما دفعوش الفاتوره. ها في اسئله تانية؟ وماذا عن الضرب؟ الضرب حضرتك يعني احنا كلنا ضربنا واحنا صغيرين عشان ايه؟ عشان نتعلم. ثانيه واحده. العشره مساء. الو ايوه استاذه منى. والله انا معجب بالبرنامج بتاع حضرتك جدا، اكتر برنامج بشوفه في حياتي يعني. رمزي قال لحضرتك ان انا بقلب وبتفرج على البيت بيتك؟ لا حضرتك هو يقول اللي هو عايز يقوله، انا بتفرج على العاشره مساء من ايام ما كانت العاشره الا ربع. يا استاذه منى استاذه منى. الو ما دفعوش الفاتوره برضه كده. مش فاضل قدامي غير الاستاذ معتز الدمرداش. حد معاه نمره معتز؟ حبيب قلبي ايه لازمة الحرب الاعلامية الاولى اللي انت بتخدها دي؟ يا ابني الشيطان دخل بينك واستهدى كده بالله، انت عارف رمزي؟ القليل يسده. يا ماما ما ينفعش يا ماما، انا لو دفعت له العشرين جنيه بتوع الخصم دول بعد كده يطلب اي حاجة ويعمل اللي في دماغه، يعني مش عارف احكمه. انا عايز افهم حاجة يا عادل، هو ده مش موظف عندك؟ ما ترفضه يا اخي، ارفضه وخلصنا. يا سلام، ارفضه عشان الاستاذ محمود سعد في البرنامج بتاع البيت بيته ده يطلع بقى يقعد يقول رفضه وفين حقوق الانسان ولازم نبهدل عادل سعيد ويمرمطنا انا ناقص. طب اوكي خلاص يا بيبي اعمل هدنه. يا سلام،
أعمل هدنة عشان يغدر بيا وبتمثال عربي مسموم ممكن يغزني. وبعدين خلاص القضية اتصعدت ووصلت لبلاد برة في أوروبا، دلوقتي القضية هتتنظر في محكمة العمال بتاعت أطلانتا. صباح الخير عليكم. صباح النور يا أخوي. أنا جون دي باولا، محضر مع أطلانتا لأمور مستعجلة. أؤمر يا أستاذ جون باولا، أؤمر، حدك عايز إيه؟ أريد توقيع السيد عادل سعيد على استلام الحكم، فقد خسر القضية التي رفعها عليه الشاب رمزي. إيه؟ الشاب رمزي؟ ليه؟ هو قال لكم إن هو جزائري عشان كده بتقفوا معاه؟ لا داعي لمثل هذا الكلام، فقد خسرتم القضية وعليه لابد من دفعكم المبلغ 500,000 درهم كتعود عن الأضرار التي لاحقت بالشاب رمزي. لا ده ظلم، ده ظلم. عادل عادل، ما تضيعش نفسك عشان الشاب رمزي. عادل عادل. بيبي يا حبيبي قلبي، سلامتك من سلامه قلبك يا ديدي. غدر بيا الجبان. الندل الجبان. دوله حبيبي، دوله. ازيك يا دوله؟ ازيك يا دوله؟ جاي دلوقتي عايز مني ايه؟ عايز تنتقم مني؟ جاي تموتنا اكتر ما انا هموت اهو. الف سلام عليك يا دوله. لا ما تقولش كده يا دوله، الف سلام عليك. عايز ايه؟ عايز ايه يا كلب؟ اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره. وايه القميص اللي انت جايبه ده؟ انت صرفت الفلوس كلها جايب قميص وجايب كمان بتاعه جديده. يا نهار ابيض يا دوله. ايه يا دوله؟ فلوس ايه بس اللي صرفتها يا عم؟ انت بتدفع حاجه يا دوله؟ يا دوله حبيبي انا مش عايز منك غير انك ترفع لي بس عن الخصم يا دوله. معلش يا عادل يا حبيبي، ده كلهم 20 جنيه يا بيبي. ماشي ماشي، هرفع عنك الخصم وبعدين هباخده تاني. طب يا دوله بقى، يعني انا ليه حبه شروط كمان بعد اذنك؟ كمان حبه شروط؟ يعني شايفه بيستغل مرضي وكمان بيفرض شروط؟ بص يا رانيا. معلش يا بابا، نسمعه ونشوف. ماين يا عادل ماين. ايه شروطك؟ تعمل لي اشتراك توك توك اروح بيه الشغل وارجع بيه كل يوم. شفت النمرده؟ شفت النمرده؟ وبعدين توك توك ليه؟ اذا كنت انت بتبيت في البازار هتستعمل التوك توك في ايه؟ هتلف بيه جوه البازار من المرتبه للشغل يعني. صح. طب بص يا دوله، يعني اكسر لي تمثال كل يوم في البازار وما تحاسبنيش عليه يا عم، ماشي؟ وتجيب لي كل يوم كوبايه كوكتيل بشلمون وعلبة كشري. علبة كشري؟ طلباتك زادت قوي يا رمزي وبتقرص عليا، يعني كمان علبة كشري؟ علبة. معلش يا دولة أنا آسف يا دولة، والله صعبت عليا. طب بص بلاش يا عم العلبة دي ونمشيها كيس كشري بس يا دولة حبيبي. خلاص خلاص. سلام عليك خلاص. انا جزمه، انا عارف انك جزمه ووسخ ايدي. بص ازاي. ماشي خلاص، هجيب لك كيس كشري كل يوم بس على شرط انا كمان بقى. امرني يا دوله حبيبي. مش انا كنت كل يوم بديك قلم بسكعك قلم كده؟ ياه وحشني وحشني والله. طيب يبقى انا كل يوم ليا قلم. ماشي يا دوله. انا بقالي كام يوم ما ضربتكش؟ 3 ايام يا دوله. 3 ايام ما ضربتكش؟ ايه 3 ايام دول بكام قلم؟ بثلاث اقلام يا دوله يا حبيبي، الف سلام عليك. ثلاث اقلام. طيب تعال لي. ايه ده دوله؟ طب وانا اعمل لك ايه يعني؟ ماشي ماشي يا معلم خلفاوي وبراحتك. وبعدين في الزفت خلفاوي ده هعمل له ايه يعني؟ عمال بيزن عليا، يزن عليا كل شويه عشان الفلوس بتاعته. طب يا دوله ما دام يعني عمال يزن على ودانك كده اهو، ما تحط له قطن في ودانك هنا او سفنج. انا مش عارف اعمل ايه مع الراجل ده، بيكلمني كاني شغال عنده يعني، بشنبه اللي عامل زي قرن الجاموسه ده. لا بس بصراحه يا دوله يعني معلم خلفاوي ده راجل جدع. جدع ايه يا ابني؟ ولا جدع ولا حاجه. ده انا بقى ما بقاش جدع لو ما خدتش فلوسي دلوقتي. معلم خلفاوي والله حضرتك لسه كنت جايب سيرتك انا والحيوان ده. بأمارة ارن الجاموس. ها اسرع الكلام، اطلع بفلوسي يا نصاب. بص حضرتك انا مش نصاب ولا حاجه، انا ليا فلوس كتيره قوي في السوق بس الناس ما عندهمش دم ما بيدفعوش حضرتك لغايه دلوقتي يعني. ما تقول لنفسك يا اخي. قصدك ايه؟ قصدك ان انا ما عنديش دم؟ ماشي. عموما الشتيمه بتلف تلف وترجع لصاحبها. اما صحيح اللي اختشوا باتوا ابقى مدينك وتغلط فيا وفي منطقتك. طيب عادل انا هاخد فلوسي تالت ومتالت، ولا انت؟ ماشي على مفخيرك اركبه. مع الف سلامه يا معلم الكل. الف سلامه الف سلامه. مش تقول لي يا غبي، مش تقول لي ان هو واقف ورا ظهري. احسن احسن. ماشي ماشي يا رمزي مفرجتك. بقولك إيه؟ ايه عايزك تطلع تجيب لي التمثال بتاع حتحور ده اخده معايا وانا رايح للمعلم ابراهيم يمكن اخد منه فلوس. حاضر. لا لا ولا اقولك لا لا بلاش هتكسره، ما انت هو بتكسر طول الوقت. انا هطلع اجيبه بنفسي، وادي السلم كويس.
ماشي اطلع بقى دولة، بس بقول لك ايه، اطلع واحدة واحدة. ليه يعني طالع سلم المجد؟ ايه ده السلم بيرقص كده ليه يالا؟ ايوه يا دولة، ما السلم ده اللي جايبينه من شارع الهرم. رجلي يالا، رجلي رجلي رجلي. اه يا دولة نسيت اقول لك حاسب السلمة المكسورة. يخرب بيتك، جاي دلوقتي تقول لي حاسب السلمة المكسورة؟ رجلي يالا، اتصل بالاسعاف ولا اتصل بدكتور بسرعة؟ طب انا ما ينفعش اتصل بالدكتور وهو اللي اتصل بالاسعاف ويجي؟ اعمل اي حاجة، الحقني يالا رجلي شكلها اتكسرت ولا بسرعة. بس ألف حمد وشكر ليك يا رب، السلم لسه بخير. اتصل يلا اتصل 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 اتصل. حاضر يا دولة، مليني دولة. كام يا دولة؟ نمرة ايه؟ نمرة الدكتور. 5 وخميسة يا حبيبي، 5 وخميسة، عين وصابتك ورب العرش نجاك. يا ماما وانا خبطت في ميكروباص منه للازف الطين رمزي. انا كنت خايف ان هو يكسر التمثال، كسرت رجلي وكسرت التمثال. معلش يا دولة، الف سلام عليك يا عم، بكره ان شاء الله تخف اهو، واللي اتكسرت جبس اهو. دولة مش كنت تاخد بالك برضو كده يا عادل عشان ما تتكومش؟ انا مش عارفه انت اصطبحت بوش مين النهارده. انا عارف اصطبحت بوش مين. ايه الخفه اللي انتوا فيها دي؟ انتوا الاثنين، هو ايه سكتناله دخل بحصان ولا ايه؟ بابا هو ده الجبس اللي بيبنوا بيه العمارات؟ اه بصي جسي كده اهو. عموما اطمنوا يا جماعه، الدكتور طمني خالص على الاخر، يعني قال ان هو تمزق في الوريد الشرياني ويتبعه تقلص في العضلات وتمزق فيها، واذا حمل عليها اكتر هيحصل انهيار كامل العمود الفقري كاملا من اوله لاخره. بس والله في امل يا عادل. يا نهار ابيض، لا ده انت طمنتيني خالص، ده انا كنت خايف الحمد لله يعني انها جت على تمزق. يا نهار اسود يا حبيبي، اذا ما كنتش انا اطمنك مين هيطمنك؟ بس يا عادل ده انا شريكه حياتك يا بابا. طبعا يا حبيبتي، انا اكتشفت فعلا ان انت اللي شركت حياتي. دولا انت كده بقى هتبقى ابو رجل مسلوخه. يا عادل طب انت هتعمل ايه في الاسبوعين دول؟ هتروح البازار بكرسي ابو عجلات؟ ابو عجلات يعني ان شاء الله ما فيش مشكله خالص بالنسبه للبازار. بس بجد يا جماعه انا متفائل بالروح اللي حواليا دي، انا مبسوط جدا. لا وانا عايزاك تتفائل اكتر علشان موضوع البازار ده محلول اصلا. محلول اصلا وبتقوليها بثقه كده وتشوحي بايدك؟ هتعملي ايه بقى يا ننوسة عين مامتك؟ هتجيبي التماثيل ترصيها جنبه على السرير ولا اقولك نصف فاترينا كده ورصي فيها التماثيل بايدك؟ اه يا جماعة على فكرة، واللي يجي يشتري منه التماثيل يجيب بقى كيس فاكهة معاه. لا يا خفة، انا اصلا قررت ان انا هروح اقعد في البازار مكان عادل. ده على اساس انك خريجة قسم اثار فرع بازارات صح؟ يا رانيا يا حبيبتي، البازار ده مسؤولية وده شغل ضخم ما يقومش بيه 100 راجل على الاقل. يا عادل ونبي اديني فرصتي بقى، اديني فرصتي عشان اثبت ان وراء كل رجل مكسور امرأة عظيمة. ميل وسجينة واد حمل، ميل وسجينة شباكنا ستاين وحرير. ايه الزفت اللي انت بتعمله ده على الصبح؟ صباح الفل يا رانيا. بص انا قلت بقى دولة مش موجود ففرصة اخد هدومي في امين، ما تقلعش اكتر تغسلولك يا رانيا. شيل الهباب اللي انت بتهببه ده يا قرف، واعمل حسابك من النهاردة وطالع انا هنا زي عادل بالظبط. خلي بالك بقى من رجلك، الغربال الجديد له شده برضه. شفتش قاعد في بازار؟ فعلا يا رانيا، يعني هي لو كانت غساله كانت تبقى ارحم. بص يا رمزي، استاذ رمزي لو سمحت، انا من خلال دراستي لحالتك اشك بل اكاد اجزم ان انت عندك انفصال او انسلاخ في الشخصيه. ربنا يحفظك. الاقي عندك تمثال امون رع؟ والله يعني للاسف كان عندنا وخلص. طب ولا تمثال حورس؟ والله يعني للاسف ما كانش عندنا وخلص. ايه ده؟ شغالين ازاي؟ فين صاحب المكان؟ والله يعني هو انكسر وخلص. بص يا خلص، استاذ خلص لو سمحتي. من خلال فهمي للمشكله توصلت للحل، وهي انك تمسك ورقه وقلم وتلف على البازارات اللي حوالينا تشوف في ايه هناك مش موجود عندنا وتكتبه. بس ايه؟ اوعى حد ياخد باله منك. يعني كده هو انا اكتب وانا مش واخد بالي ان الورقه معايا مخبيه ورا ظهري؟ يعني اعمل اللي انت عايزه يا رمزي، بس المهم الورقه دي تكون عندي النهارده. ايوه رانيا، بس دول لو شافونا هيموتوني. يا اخي يا ريت ابقى كده وصلت لاول خطوه لاصلاح البازار ده. حد اتكلم النهارده؟ الحاج خفرع. ومين الحاج خفرع ده؟ تاجر من تجار التماثيل، بس ايه يعتبر صنم في المجال ده. هو طب هو عايز ايه؟ كان بيسال يعني على البضاعه اللي هو كان عايزها مننا. طبعا مفيش بضاعه لان هي دي مشكله. لا يا رانيا، المشاكل كلها عند المعلم خلفاوي. ليه هو المعلم خلفاوي عايز مننا تماثيل؟
لا احنا خدنا منه تماثيل وما ادينا لهوش الفلوس عشان احنا ناس ما عندهاش دم. احنا بقى فلوسنا عند ناس تانية ما عندهمش دم غيرنا. يعني احنا ما عندناش دم وهم ما عندهمش دم. انا كده بقى عرفت المشكلة فين. ماما انا مش عارف انقي الرز ده صح ولا غلط، لان بطلع منه الزلط بس حاسس ان بطلع الرز مش بطلع الزلط. يظهر بقى ان الكسر بتاع رجلي ده اثر على نظري. الف بعد الشر عليك يا حبيبي، انا قلت بس اسليك بدل ما انت قاعد كده لا شغله ولا مشغله. وهو الواحد برضو يعمل بلقمته. عشنا وشفنا عادل قاعد بنقي رز ومراته ماسكه شغل البازار. ما حدش يتكلم عن ماما كده، دي بقت راجل البيت دلوقتي. روسي ماما بقت راجل البيت وانا بقيت ايه؟ خيال مقاتة. شايف بنتك المفعوصة مصوفة الرقبة؟ صحيح اللي بلادر على فمها تطلع البنت لأمها. ماما جت وحشتيني يا ماما. حبيبي ماما، روح ماما قلبي. ماما وحشتيني موت. مساء الخير يا جماعة. مساء النور. ها ايه يا رانيا، ايه الاخبار؟ جبتي لي الحاجات اللي انا طلبتها منك؟ اوه يا عادل نسيت، معلش. انت عارف زحمه الشغل يا حبيبي، طمني عليك، رجلك عامله ايه؟ الحمد لله. هو قاعد زي اي ست بيت شاطره بيتنقي الرز عادي جدا. حشتيني يا حبيبتي، هو شداي. ام اوكي يا مامي، انت عارفه بنتك بقى وقدراتها. انا عايزه اثبت لعادل ان وراه ست تاكل الزلط. اهو يا حبيبتي الزلط مجهزه لك لوحده اهو، تاكليه براحتك يعني. طب يا حبيبي اخش اغير انا بقى. حماتي حبيبتي لو سمحتي، من فضل حضرتك انا عايزه بعد كده اجي من الشغل الاقي الاكل جاهز على الصوف، لان انا بتعب يا جماعه، بتعب فعلا. رعوني رعوني، الله يخليكم، بتعب. اوف، وادي الرز وادي الزلط. مش عايز اكل رز. رانيا، هو انت مش هتخرجيني النهارده زي ما وعدتيني يا حبيبتي ولا ايه؟ والنبي عادل يا حبيبي سيبني في اللي انا فيه. طب جبتي لي كريم الشعر اللي قلت لك عايزه؟ يا عادل انا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ وانت بتعملي ايه بالورقه اللي معاكي دي؟ برتب شويه افكار هتخلي البازار ده بازار الاحلام. انا حاسس انه هيبقى كابوس الاحلام. شوفي يا حبيبي افكاري هتوصلك لايه؟ انت بحسساني ان هرجع لاي متحف. بص يا عادل، انا مؤمنه بحكمه بتقول ان اللي بيقول ما بيعملش واللي بيعمل ما بيقولش، وانا مش بقول علشان انا لسه بعمل ولسه ما عملتش ومش هقول غير لما اعمل. ايه ده ايه ده ايه ده، هي دي حكمه ولا فزوره؟ ماما بقول لك ايه، عايزه مصروفي. ايه ده يا ياسمينه يا جميله، معقوله هتاخدي مصروفك من ماما وبابا موجود؟ هاتي لي البوك، قصدي هاتي لي المحفظه. هو انت خدت مصروف من ماما؟ عاجبك كده يا رانيا؟ شايفه الكلام اللي ياسمين بتقوله؟ خدي يا ياسمين، خدي حبيبتي. يلا يا ستي. رانيا انا لسه ما خدتش. خدي يا ياسمين، ادي لبابي. انا خدت يا ابني. عادل، في واحد بره عايزك، اسمه خوفو. اسمه المعلم خفرع. خوفو خفرع اهرماته خلاص. طيب بدل ما توقف الراجل بره خليه يدخل ويقعد في الصاله واعملي له حاجه، بدل ما انت واقفه زي ابو الهول كده. يا ابو الهول. طب بس افك الجبس واقوملك. اهلا يا معلم خفرع. اهلا. يا حبيبي يا اعز واعرق صديق ليا. ربنا يخليك. ازيك عادل؟ الله يسلمك، اتفضل. الف سلامة. والله يعني تعبت نفسك بزيارتك لينا دي، يعني مش معقولة يعني. لا والله انا اول ما عرفت اللي حصل ده فرحت، قصدي زعلت، وقلت واجب ان اجي ازورك وهقعد اطمن عليك ساعتين ثلاثة خمسة ستة عشرة زي ما انت عايز. يا نهار ابيض، يعني واضح ان حضرتك فاضي يعني يا حاج. يعني هو فعلا يا بخت من زار وخفف، لكن حضرتك هتقعد معايا 10 ساعات ايه على ما تخلص البرتقال اللي انت جايبه؟ برتقال؟ ده تفاح، تفاح امريكاني. تفاح امريكاني. ده تلاقي فيه بوش بقى. ايه بوش؟ يبوشك في الفلوس ب 15 جنيه الكيلو، ولما تروح بعد ما تشتريه ما تلاقوش تفاح، تلاقي زي ما انت قلت برتقال. عموما يعني متشكرين جدا والله يا حاج خفرع، مش عارف يعني انه ردها لك ان شاء الله في الافراح. لا مش عايزك تردها لي، استنى بس لما تشوف انا جايب لك ايه تاني. ايه جايب لك؟ معايا احلى هديه 100 100. ايه ده، تمثال؟
رجله مكسورة؟ بالمناسبة هو رجله مكسورة وانت رجلك مكسورة، يبقى الرجلين مكسورين. نردها لك ان شاء الله واجيب لك تمثال رقابته مكسورة. فكرتني بالواد ابني الشقي، دايما بيكسر رقبتي. راح اتجوز من ورا مني، اتجوز واحدة رقاصة وجارته اتجوزها كده، لا عرفي كمان. اتجوزها عرفي؟ انا نسيت صحيح يا معلم اعرفك بالمدام، رانيا مراتي، بس متجوزها على سنة الله ورسوله، مش عرفي ولا حاجة. الحمد لله. اهلا يا معلم، نورتنا وشرفتنا. لا لا، انا بشرف بس، انما النور منك انت، انت اللي نورتين. ما قلتليش اخبار التماثيل اللي انا طلبتها منك ايه؟ موجوده ومركونه عندي بقالها فتره طويله، لدرجه انها ادمت قوي، يعني بانت انها اثريه بحقه حقيقي. بس بيني وبينك يا استاذ عادل، انت مش عاجبني في شغلك اليومين دول، مش عاجبني. ما هو ده راجع حضرتك للاسلوب التقليدي السريالي اللي بيتعامل بيها عادل مع اداره الشغل. ايوه، انا عايزاني اعمل ايه يعني؟ اجيب الزباين بمطوه من قدام باب البزاره اخليهم يشتروا بالعافيه؟ انا رايي ان احنا نواجه تحديات السوق بان احنا نطور من نفسنا عشان نبين تفردنا في السوق. ولو اني مش فاهم حاجه من اللي قلتيه، انما كلامك 100% هيبقى مظبوط. حدي لحضرتك مثل، ايه رايك مثلا واحنا بنبيع اي تمثال ننزل معاه دفتر عناوين وارقام تليفونات شركه السياحه والطيران والفنادق، وفي نفس الوقت كمان عنوان البازار والحاجات اللي موجوده فيها از دعايه يعني للبازار. ربنا يخليك ويبارك فيك كده. 100% هي الطريقه دي اللي هنمشي بيها كل الحكايه. هو ايه اللي 100%؟ طب ما بالمره بقى نعمل امسكيات تتوزع في رمضان. سلام، بصراحه انت معاك ست ولا كل الامسكيات، قصدي ولا كل الستات. لا وانت الصادق، انا عندي ست ستات. لا ده انا هقول لحضرتك بقى على فكره انما ايه هايله. ايه راي حضرتك ان احنا نتفق مع شركات السياحه انها تنزل عندنا الافواج مقابل كماشر هياخدوه من الارباح؟ لا شايفه راجل فعلا ما يجيبها الا ستاتها. كلمت المعلم خلفاوي زي ما قلت لك؟ اتصلت بيه وزمانه جاي. ربنا يستر يا رانيا، ده انا خايف يجي يولع في البازار وفينا. ده الكلام ده لو انا مش موجوده هنا. مش موجوده ايه ده؟ اذا كان دوله ما كانش قادر عليه، انت هتقدري عليه؟ ممكن تخلص وتنقطني بسكتك؟ وده من اللي قلت لك عليه. اتفضل خد الورق ده. ايه ده، انت داخله انتخابات ولا ايه؟ ده دعايه للبازار يا غبي. يا ايه الافكار الجميله دي؟ انا مطلوب توزعها على السياح كلها. يا ايه الافكار المتعبه دي؟ يلا يا شو مالك؟ ولا تعالى هنا. ايه بتبرطم تقول ايه؟ ما بقولش. لا بتقول. انت بتقول ايه؟ بحسب. يلا قول. السلام على من يرد السلام لاحلى مدام. اهلا اهلا يا معلم خفرع، اتفضل اقعد اتفضل. ربنا يخليكي ويبارك فيكي. الطلبيه جاهزه؟ طبعا جاهزه يا معلم، انت تؤمر. ربنا يخليكي، بس انا معذور شويه، ارجوكي هدفع نص المبلغ وبعدين بعد سنتين هدفع الباقيه. قصدي بعد شهرين. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اهلا يا معلم. مين؟ المعلم خلفاوي. اهلا يا معلم خوفو. خفرع. اهلا. احلى ادائك يا اخي. اتفضل اقعد اتفضل. الحقيقه يا جماعه، انا جمعتكم النهارده عشان نحل مشكله المعلم خلفاوي مع عادل. لا مؤاخذه يا مدام، الاستاذ عادل زودها معايا قوي، وبعدين انا صاحب حق يا ناس. معلش يا معلم، اصل هو مش مطنشك، بس هو الموضوع ساعات يعني البني ادمين بتمر بظروف، والمشكله ان شاء الله محلوله. محلوله ازاي يعني؟ احنا لينا فلوس عند المعلم خفرع، هيدفع لحضرتك جزء دلوقتي وجزء بعد شهرين. اصل الفلوس دلوقتي مع تيوس، وبالنسبه لي ان شاء الله مفيش مشكله. بس شهرين كتير قوي يا مدام. ويمكن كمان قبل شهرين، ويمكن يومين، بعد ساعتين لما ربنا يفرجها ان شاء الله. اظن كده يا معلم احنا خرجنا خلاص بره الموضوع، ومشكلتك مع عادل اتحلت. صافي يا لبن بقى. لا 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 لا
بلاش بلاش، اطوي 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 اطوي. لا خلاص خلاص، ده ايه، هيفك لي الجبس ولا هيقطع رجلي يا دكتور حضرتك؟ اثبت شويه، ما تبقاش عيل. ما بقاش عيل وانا يعني عشان ابقى راجل؟ استنى يا عم محمد، وانا عشان ابقى راجل يعني يقطع لي رجلي؟ خمس دقايق من المنشار وهتخلص. بص حضرتك، انا بحب الجبس جدا يعني، يا ريت ما يقطعوش خلاص، لان انا ولفت عليه وبعدين مدفي لي رجلي يا دكتور. في ايه يا عمته؟ هما جايبين دكتور من المطبخ ولا ايه؟ اسكتي خالص احسن، لو سمعك هينشر لك رجليكي كده. ينشرها بس يا ريت قبل ما ينشرها يعصرها. خلاص يا سيدي، شلنا الجبس، كل كسر وانت طيب. وانت طيب يا دكتور، عقبالك كده ان شاء الله، وممكن الصبح تنزل الشغل. الف شكر. استاذن احنا بقى. اتفضل، مع الف سلام. مع الف سلام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يلا قوم يا بطل، شد حيلك، الحق انقذ ما يمكن انقاذه. في يا سناء، البازار ولع ولا ايه؟ لا قصدها تقول ان مراتك عامله فيها ام العريف. جيب العواقب سليمه يا رب. والنبي يا حاجه ادعي لي. ما تلحق يا عادل تكلمها في التليفون احسن تكون بعت لك البازار. ما انا كل ما باجي اكلمها عامله لي بنضارتها كده، مش عارف اتكلم معاها في اي حاجه خالص. الله، هو انت ما تعرفش هي بتعمل ايه؟ والله يا ماما لغايه دلوقتي مش عارف، لا شفت منها الابيض ولا اسود، بس ان شاء الله ان شاء الله كله هيتعوض. يا ماما دي حد عارف يكلمها؟ اللي عامله نفسها بتعمل لي دكتوراه بنضارتها دي. انا بقى بستحلف لها. هتعمل ايه يعني؟ هجيب شويه رز من ابو زلط وخليها تنقيه. السلام عليكم. عليكم السلام. دولة حبيبي، وحشني يا دولة. ألف سلام عليك يا دولة. أهلا أهلا أهلا. والله يا دولة إحنا في غيابك ولا لنا أي لازمة. يا ابني أنت في حضوري أو في غيابي مالكش أي لازمة يا رمزي. حبيبي يا دولة. إيه البازار ده يالا؟ هو البازار ده بتاعنا ولا إيه؟ لحظة واحدة، أروح أسأل أي حد معدي بره وأجي لك في الريرة. لا لا لا، روح أسأل وما تجيش خالص. يلا اتكع على الله. لا حبيبي اضربني والنبي يا دولة اضربني. حبيبي بصراحة يعني يا دولة الشغل في غيابك كان في الريرة. قصدك إيه يعني؟ قصدك اروح اجبس رجلي تاني عشان يفضل فريره؟ يا ريت بقى. اضرب 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 اضرب. والله مش فاهم عينيا، مش فاهم عينيا يا غبي. اسمها مش مصدق عينيا. يا الف حمد لله على السلامه يا استاذ عادل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازيك يا معلم خلفاوي؟ اتفضل اتفضل. معلش يعني انت المره اللي فاتت لما شرفتني رجلي اتكسرت، ربنا يستر بقى المره دي. يا سيدي عفا الله عما سلف، وبعدين انا خلاص خدت حقي. خدت حقك عشان رجلي اتكسرت يعني هتتنازل عن فلوسك؟ انا مالي ومالي اتكسر، انا خدت فلوسي من معلم خفرع. المعلم خفرع؟ ازاي ده حصل يعني؟ الست بقى، الست مراتك دي توزن دهب، ست مخها يوزن بلد، ست ذوق، امال ايه؟ مراتي هي اللي افتكرت. ما عارف دي كلها بناء على توجيهاتي يعني، انا اللي قلت لها حاولي تظبطي كل حاجه ولبسي طاقيه ده لده، فواضح ان انت خدت الطاقيه وادت المعلم خفرع طاقيه. خدت طاقيه؟ نفسي اخد طاقيه. اديك. حبيبتي ده خاتم ذهب، يعني هدية صغيرة اعتراف بالجميل اللي انت عملتيه. يا عادل يا حبيبي والله الموضوع مش مستحمل خالص، يعني ده واجب عليا والمفروض ان انا كنت اعمل كده. عادل اوعي يكون ده عيار 18. حبيبتي جينا بقى للكلام الفالصو بجد يا رانيا، انا مش عارف اقول لك ايه على موقفك الرجولي اللي انت عملتيه. رانيا انت راجل يا رانيا. ما تحافظ على ملفظك يا عادل، راجل ايه وبتاع ايه؟ ايوه طبعا يا حبيبتي، انت قمتي بدور ما يقومش بيه 100 راجل، لان انا طبعا ب 100 راجل انت عارف. يا سيدي ده واجب علينا يعني، اتكسر انت بس كده كل يوم وشوف انا هعمل عشانك ايه. اتكسر وكل يوم؟ فعلا حافظي على ملافيزي. اقول لك الخاتم ده انت ما تستاهلهوش يا رانيا. خلاص خلاص. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، الحقوا يا جماعه في خناقه تحت في الشارع للركب. طب وانتي مالك مبسوطه قوي كده ليه يا سناء؟ يعني انتي ما انتش عارفاها يا رانيا، دي بت دي اصلها ست شريره وبتحب الشر، ولو ما شافتش خناقه في اليوم مليون الف مره يجي لها حاله كومبلونشيه في دماغتها. معلش صباعك ده انا هقطعهولك. ماما في واحد نازلين فيه ضرب 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 وقطعوا له كل هدومه تحت في الشارع. فين ده؟ فين ده؟ قولي لنا بسرعه بسرعه، هاتي الكاميرا بتاعت الفيديو يا نجله. بس ايه سجلي على الفيلم بتاع حفله طلاقك يا مجيده. شرب يا ستوبد. انا على مليون. بس خلاص.
شخبط شخبيط لخبط الالوان وشخبط وجابوا النقاش وصنفره ومعجون وفي حاجه تاكل. هو انت كنت تحت يا جدو؟ او كنت تحت وكان قاعد على الناصيه وكان في عيال شباب صحابي وكنت انا واقف معاهم يعني. طب يعني هو انت شفت الخناقه اللي تحت؟ اه كان في خناقه وشويه عيال كرديات وكانوا بيضربوا بعض. ايوه ليه يعني ايه اللي حصل؟ واحده ما لهاش لازمه وشافوها وعكس وقالت يلا. بقولك ايه؟ ايه جدو؟ مين فردي دي؟ رانيا يا جدو. رانيا. رانيا مين؟ رانيا؟ يا رانيا. ايه يا جدو؟ تعال اقول لك على حاجه يا جدو، انا هقول لك على سر مهم جدا. انا رانيا مرات عادل. عادل الهفا، الواد عادل الهفا. ايوه. طب في حاجه تتاكل؟ لا. طب هدخل الحمام بقى عشان يلا. وامبارح كان عمري 20، كان عمري 20 20 امبارح امبارح كان عمري 20. افتي افتي، يعني مفيش لا خناقه ولا اي حاجه خالص؟ الظاهر ان هما فضوها. سلامتك يا دولا. عادل مالك يا حبيبي؟ مالك يا مرات عمي؟ هو بس كان في ناس بيتخانقوا معاه وانا قلت له اجري يا دولا انفد بجلدك. يا سلام، انت قلت لي انفد بجلدك ولا قلت لي الحق جدك؟ وبعدين انا كنت اعمل ايه؟ انا كنت اعمل ايه وانت سبتني وجريت؟ دولا، ما انا مش انت قلت له اقف في ظهرك يا دولا؟ وانا جيت اقف في ظهرك يا عم، لقيت واحد راكب على ظهرك. طب انا اعمل ايه؟ نزله من على ظهري واركب. مش انت اللي ما قاعد، انت اللي حاجز ياض. وبعدين انت جريت ياض يا رمزي، جريت وسبتني. ماشي يا رمزي ماشي. يا جماعه يا جماعه، انا مش حاسس بصدري خالص، وانا بتنفس وانا مش بتنفس. عادل، هو انت كنت بتعاكس واحده تحت في الشارع؟ معقوله يعني اعاكس واحده في الشارع؟ ما انت هتشوفيني يا رانيا. يعني المبدا موجود يا عادل؟ يعني انت ممكن تعاكس؟ انا بنزف يا جدعان، داخليا بنزف. حد يجيب له كيس دم من الثلاجه بسرعه. يا ابني ايه اللي حصل لك؟ حد يبلغ البوليس يا جماعه. لا ما حدش يبلغ البوليس، لان انتوا لو بلغتوا البوليس احنا اللي هيتقبض علينا. يعني عكست يا عادل؟ ما عكستش ولا حاجه، ما عكستش. لا معقوله يعني؟ ده جدي هو اللي عاكس، اللي هي الحاجه ام ربيع قاعده على الفرشه بتاعتها ولسه يا دوب جايه تقعد، راح شد الشلته من تحتيها، راحت الوليه اتشقلبت يا عيني، وقعد يغني لها اتدحرج واجري يا ربان وتعالى على حاجه يلا. وانت يا ابني ايه اللي خليك تحشر نفسك في الموضوع ده؟ كنت سبت بابي هو اللي يسد معاهم. بابي ما سدش يا ماما، يا ماما ما سدش. لولا ان انا اتدخلت كان زمانهم دلوقتي فرشينه مكان الفرشه اللي قاعدين بيبيعوا فيها. دولا، طب هما كانوا هيدوله كام بقى في الشغلانه بتاعت الفرشه دي؟ كانوا هيدوله بقى قفايين على قلمين على شلوتين، كانوا هيروقوه يعني. يا دولا فعلا ما حدش بينام من غير قفا يا عم. تيجي على الشيك ده رمزي؟ لا يا دولا لا يا عم، انا قفايا عنده تسلخات من عشوه ليله امبارح. تعشي مين وانت فيك نفس تحرك دراع؟ ده انا من رايي نستغل الحاله اللي انت فيها دي واخلص القديم والجديد يا عادل. يا جماعه انا شايفه ان الحاله عماله تزداد سوءا. ايوه والنبي صح والله. وجدك عمال على بطال ماشي، عمال يعاكس في الستات ويغزلهم غزل غير عفيف. لا من فضلك من فضلك لو سمحتي. لا بابي راجل مؤدب ومتربي كويس قوي 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 قوي. بقى معت ان هو متربي قوي 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 يا ماما، هيوقفوه في اول طابور المدرسه ويخلوه يؤدي تحيه الشرطه المدرسيه. انا ما بهزرش يا سناء لو سمحتي، اكيد في الحكايه فيها سوء تفاهم، وان ست ام ربيع دي هي اللي عكسته. على ايه يا حسره؟ على السله عتب بتاعته والعكاز اللي بيعكز عليه؟ من فضلك بابي بريء بريء يا مامي. انت مجنونه يا بريء. انت مجنونه. ايه انا جاي في ايه؟ جدو بيقول لي تعالي نخرج من ورا اخوكي ماجد، وانا مش هقول له. لو ماجد عرف يا جماعه تبقى مشكله كبيره قوي. ماجد مين؟ ماجد اخوها دول اللي هو عايز يمشي معاها من وراكم، وتلاقي اصلا ماجد ده ماشي مع واحده من ورا اهلها. بصي داين تدان. انا قلت لكم المشكله اصبحت خطيره جدا، جدو اصبح قنبله رجوليه موقوته ممكن تنفجر في اي امراه وفي اي لحظه. ما هي دي بقى المشكله، لان جدي لما بينفجر في اي واحده تحت في الشارع انا اللي بتعرض للضرب. يعني هعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ما انا بعد كده ممكن اتحبس يا اخوانا. انت محدود النظر يا عادل، انت بتتكلم عن الستات اللي تحت في الشارع، ما
بالك بقى لو انفجر في الستات اللي قاعدين في البيت هنا. يا ده تبقى مصلحة، يبقى خد الشر وراح. عدل. لا لا قصدي يعني ما تقلقوش ما تقلقوش، أنا ممكن أتصرف. هنجيب ترابيس لكل الأوض بتاعك، وبعدين الدورية الراكبة اللي هي بتاعت الشرطة اللي بتمر في الشارع أخليهم يمروا هنا في الصالة. لو شافوا جدي بيعاكس أي واحدة فيكوا هيتصرفوا بقى. هعمل إيه؟ هعمل إيه؟ هزر هزر هزر. يعني هعمل ايه يعني يا سناء؟ جده دلوقتي يا اخوانا في سن خطر، لازم نتصرف. يعني انا الاوان يتسطر ويتاهل ويلاقي النص التاني يا عادل. بس لقيتها، يبقى احنا لازم ندور لجده على عروسه وفورا. بص بقى، احنا الجد هلا هلا عليه وهلا هلا على الجد عليه، ماشي يا بابا ستو؟ ايه كميه الهلا هلا اللي انت بتقولها دي ياض؟ وبعدين ايه بابا ستو ياض دي؟ ده انا كل ياض برجله، ده انا كل برجله ياض. معلش معلش، انا بس بتبتدي بلخبطه الاول. المهم دلوقتي دوله تحت يعني وكلني وشربني واداني جنيه ربعين وقال لي بص يلا رمزي عشان انت كبير المنطقه اطلع كلم بابا ستو في موضوع كده مهم يعني. ولا انت شكلك كده ياض ابن امك ياض، صح؟ طب ربك، طب ربك مال يا بابا ستو، هكون يعني ابن ام تانيه غير امي يعني؟ والله انت يا عم شكلك كبرت وخرفت يا عم. باين كبرت وخرفت. كبرت ايه ده؟ يالا ايه ده يالا؟ انا حاسس الزمن بيطلع بيا لقدام وبيرجع بيا لورا، وحاسس جالي فونيا من الادوار العنيا. تعالى نقعد تعالى نقعد تعالى نقعد تعالى نقعد. تشرب شاي؟ يا ريت والله يسقيني. قعد استنى ما اشرب نفسي الاول وبعدين. وانت عايز ترغي في ايه بقى يعني؟ بص بقى بابا ستو، احنا دلوقتي زي ما انت عارف يعني الانسان مننا محتاج انثته، والانثى مننا محتاجه راجلها، صح؟ وبعدين ظل راجل ولا ظل شجره؟ صح يا ياض، وراي البسل والشجره بودنين بيشيلوها يوم الاثنين، صح؟ صح يا بابا ستو، عليك نور يعني. بس انا ليا تعقيد على كلام حضرتك الاخير ده. هتعقد؟ عقد يا ياض عقد. بص يا سيدي، احنا دلوقتي بصريح العباره يعني عايزين نجوزك عشان تهدى كده بقى وتحل عن سمانه بقى. ايه حل عن سمانه دي؟ ايه حل عن سمانه؟ وبعدين اتجوز ايه يعني المشكله؟ طب انا بره كنت في المغرب ياض واتجوزت، عارف واحده كانت ايه بقى ياض؟ وكانت هي يلا. عفرم عليك بقى بابا ستو. بص احنا دلوقتي مش هنفرض عليك يعني واحده بعينيها او بمرخرها، لا احنا هنا يعني هوقف لك ستات الحريم بتوع المنطقه كلها كده صف، وانت تستنقى منهم براحتك. انا استنقى؟ واستنقى انا؟ وبص طب وام ربيع هتبقى واقفه معاهم اللي انا استنقى؟ لا ام ربيع دي متجوزه. ايوه انا هتبقى واقفه معاهم ولا مش واقفه معاهم؟ حاضر هشوفها لك يا بابا ستو. ايه قلت ايه بقى؟ طيب ولا بص انا مش هسرق يا ياض، انا مش هسرق، انا خلاص انا خلاص ياض اللي انا عايز ارتبط بيها وموجوده في البيت ده. ما تقولش ما تقولش، انا هقول لك عشان انا ناصح. هقول لك انت بتفكر في مين؟ ها طب قول ياض، لو عرفت اللي انا بفكر فيه صح هديك بالقلم، لو عرفت غلط هديك بالقفه، يعني شوف انت اختار بقى وانا هديك بالقلم. يا رب يطلع غلط يا رب عشان اخد بقى بالقفه، عشان بقالي كتير قوي ما خدتش بالقفه يا بابا ست. وبعدين انا بحس ساعتها بانتعاشه كده هون مفتخره كاني بشرب في فنجان قهوه على فكره. طب ياض قول بيت قول بيت عشان انا ايدي خلاص اهي ايدي بتاكلني. بص بقى بابا ست بقى ابو الرماميز هيقول لك مين؟ ام الواد عصعص. ام عصعص مين؟ ام الواد عصعص الله يرحمها اللي كانت بتيجي نون تاخد العيش المكسر عشان المعيز بتاعتها، هي ولا لا؟ اوبا عصعص اوبا عصعص وعيش وبتقول الله يرحمها اتجوزها ازاي؟ اهبل يا اهبل يا اهبل. صح صح. طب مين يعني من بيت هنا؟ فين واحده بالبيت هنا؟ هو ياض وبص مش عايز استرقى، وهي واحده بالبيت ده. اقول بين مين؟ الزغلولة الصغيره. ما تقولش ما تقولش، البنت ياسمين، صح؟ ياسمين يهبل ياسمين يهبل البيت وايه ورا البيت التاني ياض ام ترينك ياض اللي بتقعد رايحه جايه دي ام ترينك. بس بس يا عم البيت نوجة. نمس انت بابا ستو نمس، طمعان انت في المصروف بتاعها وعلشان تذاكر لها كمان، صح؟ ذاكر لها، صح ياض وذاكر لها، وبعدين ايه واقعد اخد المصروف بتاعها واذاكر لها واتجوزها بقى. ايه ده؟ ايه والزرعه دي؟ الزرعه دي وحلوه؟ حلوه قوي قوي، ما تدهني بابا ستو. عايز الزرعه دي؟ خد اهي. مين الحيوان اللي بيزعق ده؟ استنى هسقهولك هسقهولك. اسقي ياض. قال يا لا طبعا مستحيل. لا اله الا الله، ليه بس لا يستحيل ليه يا انسه رانيا؟
الله يحفظك يا رمزي. أنسة رانيا، بص يا مدام، دلوقتي الموضوع لسه في ايدينا، والحكايه كلها في ايد مين؟ في ايد امك. نو جامي. لعلمك مامي طموحاتها اكبر من جدك ده بكتير. ايه طموحاتها ايه؟ يعني تتجوز كونستابل؟ مامي عندها من الجمال والجاذبيه والرونق والخبره ما يؤهلها لذلك. دولا، بقول لك يا دولا، هو كونستابل ده يعني هو طبال بس كونس؟ كونس؟ في حد شغال كونس وانت اي زيطه جاي فيها وخلاص؟ مفيش حاجه انت ايه اللي مقعدك في وسط الحوار العائلي ده؟ اطلع بره يا رمزي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ماشي يا دوله ماشي، لما بتعزوني بتستخدموني كدليل، بعد ما بتتقد المصلحه بترموني كمنديل. ايوه بنعاملك كمنديل، ومنديل مهمل وكان اساسا مرمي من قبل ما نلاقيه. يلا اطلع بره. ماشي ماشي يا دوله. ان احنا مش هنعرف ناخد قرار في الموضوع ده غير لما ناخد راي البنت الاول. راي البنت؟ طيب ماشي، انا ممكن اخد راي البنت وانت تطلعي تاخدي راي الولد جدي. ها دولا، بقول لك يا دولا، انا بقى نفسي بقى اتجوز بقى دولا، يعني انا نفسي اشوف بقى رمز الزغنطه. عارف وانا نفسي ما اشوفش رمز الكبير. اطلع بره بره. قول ايه دولا بقى؟ نو نو، بره 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 يا كلب. انا بقى مش كويسه. الديجرادي بتاع الهايلايتس بتاعي مش مظبوط. تهيأ لي يعني يا حماتي اي مزين حريمي بحتتين جل صغيرين كده هو على دماغك يزبط لك الكربراتير باين. ايه دي دو ايه كربراتير ده؟ معلش ما انا مش عارف انافقك يعني يا حماتي، يظهر الواحد عشان ينافق في البلد دي لازم يبقى معاه لغات. وتنافقني ليه؟ بصراحة يعني يا حماتي، ومن الاخر انا عايز اجوزك لجدي. وبين بجيدة دي؟ مامي يا جدو. بابي يا يبقى اكيد حلوة. طب وانت عايزين كام في الجوازة دي؟ عشان برا كنت في المغرب ورحت قلت لهم عايزين كام في الجوازة وراحوا هم يلا. نجمي ولا كنوا ذات الدنيا تخلينا اتجوز الراجل العجوز ده. هو انا هتجوزه ولا ابقى ممرضة بتاعته؟ لا تمرضي ايه يعني حماتي، الراجل ما شاء الله صحته ولعلمك ده هو شهرين ثلاثة يتكل وانت تورسيه بقى. هو عنده فلوس كتير؟ اوه ملايين، بتستهبل ملايين ملايين. طب هو حب قبل كده؟ شوف يا بنتي، بصي وانا هقولك الخبرة بقى، ويعني الحب ده عامل زي ايه والجذبة من غير بطلون. الله يا صدق انا في حياتي ما سمعت التشبيه اعمق من التشبيه ده. حضرتك بتشبه الحب بالجزمة والبنطلون. الله الله رومانسية يا جدو. اما هو لازم برضك رومانسية، وعلى رأي المثل خبفسة شافت عيالها بشير على الحيطة وقالت وإيه الحشرات دي وانتوا مرشتوش ولا ايه؟ بالدرجات دي؟ واكتر كمان من الدرجات دي، الراجل ده لف الدنيا وشاف بنات وشاف ستات لكن وقع اختياره عليك، ده معناه ايه؟ عشان كده هو متمسك بيكي جدا. وهيعيشني فين بقى؟ فوق السطوح، افرش لها بقى الفرشه بتاعتها وهي تنام فوق السطوح والفراخ جنبيها وتقعد تنقر. هي مين؟ هي مين دي اللي هتنام فوق السطوح يا جدو؟ يا جدو هو انت بتتكلم عن امراه دنيا؟ دي مامي يا جدو، مامي دي، مامي دي لازم تشيلها فوق دماغك وتحسسها كده انها سلطانه زمانها. سلطانه سلطانه ونجيب سلطان ونجيب سلطانيه ونجيب سلطه ونجيب سلطه وهي مين دي؟ مامي مامي يا جدو مامي يا جدو مامي. وانت اخت البيت الصغيره اللي بتقعد تربح في الصاله دي كده هو رايحه جايه وبترنك بترنك. البيت الصغيره دي انت اختها اللي هي مامتك هي امك؟ لا جامي يا حبيبي، انا ما اسكنش غير في فيلا بدورين ويكون فيها بيسين عشان التام بتاعي، ها خد بند سولاي كده، ويكون موجود فيها شوفير، يكون فيه سفرجي، يكون فيه كاميريره، ويكون فيه الخدم والحشم دول. ها ويكون طبعا فيه دكتور عشان لو حصل اي حاجه يعني يا حماتي. طبعا انت بتقول فيها يا حبيبي، انا هشبشبه، انا هديله زهره شبابي وانا هديها على دماغها بالكاسبه القديمه. يا مين دي يا جدو اللي انت بتتكلم عنها؟ والبنت ام ترنك، البنت ام ترنك اللي عماله بتربح في الصاله دي وراحت مسكت العكاز بتاعه وقعدت تلعب فيه وبوظت العكاز وقال لي ولقد رفض راسي ذكر لقد رفض راسي ذكر وهيقطعوا الكهرباء. لا يا اخويا انا مش ممكن اوافق غير لما ولادي وولاده يوافقوا. يا ستي بالنسبة لولادك موافقين، رانيا ونجلاء هيطيروا من الفرحة، بالنسبة لولاده هو بقى أنا حفيده وبقولك شيل يا حماتي. طب وبقى اللي اسمها إنعام دي؟
اجيب لي مرات اب؟ عايز نطلع معقده؟ وحدك خلاص طلعتي، وحدك لسه هتطلعي معقده؟ هو احنا لسه هنبكي على اللبن المسكوب ولا ايه؟ بس انا مش موافقه، مش موافقه، مش موافقه. هقول لاصحابي ايه؟ بابي جاب لي مرات اب، وبعدين اشمعنى دي اللي اختارها؟ ولا عايزين تركبوها عليا؟ يا ماما اصحابك ايه بس يا ماما؟ يا ماما بطلي بقى افكار المراهقه دي يا ماما. وبعدين حياتك احنا هنركبها على حياتك، يعني هتعمل فيكي ايه يعني؟ اللي بيتجوز كبير بيبقى كبير. وبعدين لو اتجوزت ابويا مش هقدر افتح عيني فيها ولا اشتمها. يا ماما لسه على ما تتجوز ابوك ان شاء الله فيها شهرين ثلاثه، في خلال الفتره دي اشتمي زي ما انت عايزه براحتك بقى. وعارفه يا بت سعيد انا حبيتك ليه صراحه؟ انا اسمي مجيده، وين حبيتني ليه؟ عشانتي فكرتيني بنت وكانت في المغرب واسمها ماري، وكانت بجيب منها سمك، وكان عندها سمك فيه بطارخ، والدنيا مطرت ومسكنا الجزمه يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتقول ايه انت؟ والله ما عارف، والله ما عارف. هو اتجوز والعروسه للعريس والجري وقعد يجري وبيجري بيجري بيجري وهو جور وهو جور وراح وزير. يا ايه ها؟ قلت ايه حبيتيني ولا ايه؟ وبعدين مش هضربك انا ومش هبدي ايدي عليكي. ايه ده؟ انت تضربني انا؟ ازاي انت بتقولي انا مش فاهمه ان انا اي حاجه؟ عايز اقول لك حاجه، انت قليل الادب وراجل هبجي. اشتميني اشتميني، انا بحب ست اللي هي لسانها بيبقى مبرد وحدادي، وبعدين نقعد نبرد عشان السوكه وجبت الصنايع يلا. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ مش فاهمه انا اي حاجه منه. وبعدين الكلام اللي انت بتقوله ده كومبليمون ولا قنبله عشان تفرقعني بيها؟ على العموم بقى انا لسه بفكر. طب يعني انت موافقه ولا ايه؟ موافقه ولا تجتمع على نفسي وقولي موافقه وقومي؟ طيب موافقه 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 موافقه. لكن انا مش موافقه. ليه يا حبيبتي؟ دي طنطك فجيده، ويعني دي في مقام مامتك بالظبط، يعني ممكن تعتبريها زي امك يعني، واعتبريها زي ماما. ايه؟ مفيش حد ابدا يملى الفراغ اللي سابته ماما. يا ستي لو يعني ضايقتك ابقى اطلقها، وراي المثل شيل ده من ده من ده من ده ويرتاح ده من ده وين ده عنده. مفيش مرات اب كويسه ابدا. انا بقول لك اهو، اذا كنت هتتجوز الست دي لازم تطلعها دلوقتي حالا حالا حالا. ايوه مش هطلعها يعني، مش هبقى اتجوزها الاول بعدين ابقى اتجوزها؟ لو عملت كده انا هسيب لكم البيت وامشي واروح عند عمته. ها روحي روحي روحي. هي عمتي لسه عايشه؟ لسه عايشه وعايزه تيجي تقعد معانا. انا ليه بسال؟ ليه بسال بس؟ بس يلا بس. وتعال تعال يا العاب تعال، ده انت بنتي الوحيده ولا وانا خلفت غيرك ولا خلفت ولا؟ تعال يا حبيبتي، ودي الست دي انا راضيها واديها اي حاجه فلوس، يعني تقوم هي منزله الجنين من بطنها وخلاص يعني. بس انت اهم حاجه ما تقوليش لامك بقى الله يرحمها ان انا اتجوزت. ماما ماتت يا بابا. عشان كده ما جابتش بقى كوبايه الشاي اللي انا طلبتها منها من فبراير 1967، وكان الحرب وطيارات وقعنا 12 وطياره بلاستيك يلا بقى. انت عايزه تتجوزي بابي؟ انت تتجوزي واحد على قدك. العرباج اللي تحت عايز عروسه، مش ترمي شباكك على كبير العيله، ده لا يمكن يحصل ابدا. شرب بس اسكتي. شرب بس اسكتي. بصي انت ما تقلقيش ما تقلقيش، احنا هنروح دلوقتي العرفي مغرق السوق، احنا هنروح نضرب اتنين كشري وبعدين نطلع المحامي نضرب اتنين عرفي. انا ماليش في العرفي. طب ليكي في الكشري؟ وبعدين يا جدي جوازتك مع عصلجه، وعشان الواحد يلاقي واحده ترضى بيك الحكايه دي هتاخد وقت يعني. ياخد وقت ولا ما ياخدش؟ ولا هيقعدوا كل شويه يطلعوا القطط الغرقانه فيا وبعدين يعني على راي المثل، وياخد وقت ولا ما ياخدش وقت؟ طب والمعاكسات الدائمة والشجار الدائم اللي بيروح ضحيته عادل؟ مدام عادل هو اللي بيلبس خلاص يلبس هو بقى يعني، وانا هقعد عاكس حتى لو اتجوزت هقعد عاكس عشان هو يا سلام. يعني ايه؟ يعني جواز حضرتك هوبلس كيس؟ اليوبلس فين؟ وانت وراكي من الساعة 5 للساعة 6 والربع. يا جدو جدو 500 مرة اقول لك ان انا مش فاضية، انا مرات عادل، مرات عادل. ايوه يعني انت فاضية ولا مش فاضية؟ لا مش فاضية، بس يعني ما عنديش مشكلة ان انا اجي اكل معاك كشري على اساس يعني ان انا نفسي في الكشري. اوكي؟
اوكي يلا بينا. بس بقولك ايه، انت اللي هتدفع الحساب عشان ما احبش واحده ست تبرشط عليا عشان مره واحده في المغرب وجت قبلت. قول ايه؟ يلا يلا.